سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان اموركم بخير. اليوم غنتلاقاو فيديو جديد تحضير مائده ديال الكوتي بوصفات سهله وسريعه في التحضير، واهم شيء انها تكون لذيذه. اول حاجه البنات غادي نحضروا هي البريوش اللي غادي يكون على شكل وريده. هاد البريوش البنات كيجي عامر بالشوكولا ونوتيلا. هذاك العجين اللي غادي نديروا به ان شاء الله البريوش، غادي نحضروا منه حتى واحد المملحات، واحد الكريسات كيجيو مالحين نفس العجين. غنحضروا منه جوج اشكال، كيجي هكا محلول وزوين. غندير فيه لادان فومي وفرماج، وهذاك التوست البنات اللي كتشوفوا راه ديجا كنت دايراه في القناه، كنت ديجا حتى هو راه غتلقاو الوصفه ديالو في القناه. كيجي بالزرارة، كيجي زوين. وغادي نحضروا مع بعض كيكه ديال الليمون اللي كتجي مسقيه بالليمون، حتى هي كتجي زوينه وطالعه كيف شفتوا، ولاصوص ديالها كتجي بنينه. بقاو معايا البنات حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الوصفات كاملين. اول حاجه البنات غادي نبداو بالتحضير ديالها، هي العجين اللي غادي نحضروا منه بريوش حلو عامر بالنوتيلا، غيجي على شكل وريده. وغادي نحضروا منه مملحات كريسات كيجيو مالحين، تقدروا تعمروهم. انا غادي نعمرهم بلادان فومي والفرماج، نتوما تقدروا تعمروهم بلي عندكم اي حشوه بغيتوا. الوغ البنات العجين غادي نحتاجوا نص كيلو ديال الفورس. هاد المره البنات غادي نحاول نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. نص كيلو ديال الفورس، غادي نحتاجوا بيضه، غادي نحتاجوا جوج معالق ديال الزيت، زيت المائده اللي كنطيبوا به، ربعه المعالق ديال السنيده، جوج معالق ديال الحليب غبره نيدو، معلقه ديال خميره الخبز، ديال الخميره ديال الخبز، هذه عندي انا حبيبات. غادي نحتاجوا هذه المعلقه الكبيره ديال الزبده، غادي نخليوها هي الاخرى خماره وحده. وغادي نحتاجوا حليب باش ندافي باش نعجنوا. اول حاجه البنات غادي انا غادي ندير هنا العجانه، تقدروا نتوما ديروا غير غير بيديكم. البنات غادي نزيدو المقادير كامله، غادي نعجنهم ودوبو غادي او اخر حاجه غادي نزيدها هي الزبده، هي اخر حاجه غادي نزيدوها.
خلينا العجين حتى تعجن مزيان تدلك مزيان هو كيجي خفيف رطب. دابا غادي نغطيوه ونخليوه يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو. غادي ندوزو ان شاء الله دابا باش نحضروا الكيك ونخليوه يخمر ومن بعد نعمروه ان شاء الله. البنات دابا غادي ندوزو لتحضير الكيك. غادي نحضروا انا غنديروا كيك ديال الليمون كيجي مسقي بواحد لاصوص ديال الليمون واحد الكناش ديال الليمون. غادي نستعمل انا هذا المول الكبير هذا اللي كنت خديت ديك المره. الو غادي ندير 6 البيضات باسكو هو راه كبير. غندير 6 البيضات غندير كاس ديال الليمون غادي ندير كاس ديال الزيت غادي ندير كاس وغادي نزيد شي شويه ديال السنيده تقريبا كاس ونص. غادي ندير جوج فانيلات. نتوما البنات الا درتو المول اللي صغار من هذا شويه باسكو هذا دجا راه كبير. غادي ديروا غادي تنقصوا من البيض وتنقصوا من الزيت وسنيده. غادي تحتاجوا الفرن على حسب الدقيق. والخمارات انا غندير هنايا على حساب 5 الخمارات حيت عندي هادو جوج كبار وعندي هادي نص ديالها اللي بقى ليا. في لاصوص غادي ان شاء الله نحتاجو كاس ديال الليمون ومعلقه ديال المايزينو ومعلقه ديال السنيده. ندوزو الان البنات دغيا لتحضير الكيك. اول حاجه غادي نديرها غادي ناخذ البيض غادي نخدمو مع السنيده. نخدمو مزيان مع السنيده. انا الصراحه الكيك ديما كنخدمو بيدي ما كنستعملش الباتور ولا شي حاجه ولكن نسيت رشاشه د الملح نسيتها. غادي نديرو الفانيلا غندير جوج تجي من السماء كزوينه كتجيب الفانيلا زوينه. زيد شي شويه د السنيده باسكو درت غير كاس بغيت نزيد شي شويه. نزيد تقريبا واحد جوج معالق. نتوما البنات الا درتو المول لي صغير غادي ديرو غير كاس سنيده وكاس لاروب ديال الزيت. هاد البنات الكيك كيجي زوين سورتو المنظر ديالو كيجي ملي كديروا ليه ديك لاصوص ان شاء الله غادي تشوفوا كيجي زوين. هاد المول بغيت نجربو باسكو شكلو زوين المنظر ديالو زوين. دفو كاس ديال الليمون صافي وغادي نغربلو الفرس وديما تحت الخمارات وانتم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي صافي نكملوا ان شاء الله. البنات دابا خلطت زيت الفرس والخماره هادو قشور الليمون غادي نزيدهم كتجي من السما هكا زوينه بالقشور ديال الليمون. غادي نزيدو دوك قشور الليمون نخلطو واحد شويه كتجي من الاحسن نديرو فيها حتى القشور. الو البنات هنا غادي المول اليوم ما غاديش ندير ليه الزبده والزيت. خديت هذه من ليدل جابوها هاد السيمانه كانوا جابوا داكشي ديال الحلوى زوين هاد السيمانه كانوا جابوا بزاف د اللعيبات هكا خديت بزاف د التخربيق. جابوا الكاكاو وجابوا باش كيتزوقوا هادوك لي كاب كيك وجابوا منهم جابوا هادي بلا ما
بلا ما باش ما تخليش الكيك يلصق بلاصه الزبده والفورس تقدروا تستعملوا هذه. غادي نجرب اليوم ما شاء الله، غادي نرش على المول. نجرب معاكم اليوم السريع وما يلصقش، انا عمرني استعملتها. المهم هادشي اللي كاتبين في الانستركسيون كترش بحال هكا. بونس راني رشيت مزيان. بسم الله بسم الله على بركة الله. صافي وغادي طلعوا شي شويه الفوق. ديما ملي تبغيو تحطوا الكيكه البنات في المول طلعوا باش داك الهواء كيدخل وكتجي طالع. صافي وغادي نخشيو البنات على في الفرن على درجه 180 درجه. البنات دابا غادي نحضروا ديك لاصوص للكاناج اللي غادي يكون فوق اللي غادي نسقيو به هذه الكيك. غادي نديروا هنا هذا كاس ديال الليمون انا درته. غادي نديروا ديك المعلقه ديال المايزينا النشا المايزينا ولا النشا كل واحد كيش كيقول لها. وغادي نديروا معلقه ديال السنيده وغادي نخليهم هادو غادي نحطوهم فوق البوطه ونخليهم يختاروا وحتى يخرج الكيك ان شاء الله. وغادي نسقيو به البنات. هيا هنا ملي هيا لاصوص كي كتجي نحاول نزوقو هكا عشوائيا. شديت هذاك الليمون والمايزينا والسكر وسخنتهم هكا شي شويه فوق البوطه حتى اختاروا زولتهم. المهم كتجي على هذا الشكل كيكه خليتها حتى بردات عاد حيدتها من المول. المهم هذيك العيبه راه صدقاتها كت المهم ما لصقش لي الكيك. البنات دابا ها هو خليت العجين حتى خمر مزيان وضاعف لي الحجم ديالو. ها هو كيفاش كيكون ها هو كيكون رطب ورهيف هاد العجينه البنات راه زوين بزاف. دابا الو شنو غادي ندير؟ ندير شي شويه الفورس هنا غادي نحاول نقسمو على جوج. غادي البنات هذا غادي نطلقو بالمدلك وغادي نبدا نقطع بهاد القطاعه هادي. وانتم غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير لا بغيوش. كتجي واحد الشكل ديالها كيجي زوين بزاف. غادي نطلق هذا ونقطع وغادي من بعد نكملو ان شاء الله. بعد ما قطعناهم هاد الدوائر غادي ناخذو غنبداو نخدمو بثلاثه بثلاثه. غادي ناخذو بثلاثه بثلاثه غادي نلاصقوهم بحال هكا ثلاثه ثلاثه. غادي نحطو نوتيلا بحال هكا. المهم اي شوكولاط عندكم انا كنستعمله هنا نوتيلا. غادي من بعد غادي نشدوهم البنات غادي نلويوهم هكا. غادي نلويوهم غادي نشدوهم غادي نقسمو كل وحده على جوج.
وغادي نبداو نستفوهم هنا. كتجي بحال الوريضه. المهم غادي نكملوا بنفس الطريقه حتى نعمروا المول. غادي اول حاجه غادي نلصق ما ديال مزيان بحال هكا وحده على وحده على وحده. ناخذ نوتيلا نحاولوا نديروها بحال هكا ايطاليو على هاد كامل. من بعد اللويو نكملوا البنات بنفس الطريقه حتى نكملوا المول كامل. البنات دابا هيا كملت كتجي على هذا الشكل. غادي نخليوها تخمر ومزيان حتى تخمر، ومن بعد غادي ندهنها ان شاء الله بالصفر البيض ودرته بعنيد هنايا. وغادي ندوز هذيك العجينه اللي بقات غادي نديرو منها واحد الكريسات مالحين، غادي نعمرهم بالفخوماج ولا دان تفوم. بنات العجين اللي بقى لينا شديتوها وطلقته هنايا، وغادي نقطعو خديت قطعه شويه كبر وغادي نديرو بهم واحد الكريسات مالحين، غادي نعمرهم بالشاركوتري والفخوماج لا دان تفوم شاركوتري. تقدروا ديروا الكفته، تقدروا ديروا اللي بغيتوا. انا غادي نوريكم. غادي ناخذ شويه الفخوماج هو الاول، نضرب الجناب ونخلي الوسط شي شويه، غندير شي شويه الفخوماج. وغادي شديت هذيك الشاركوتري هكا قطعتها طريفات، غادي نشدو نجمعهم بحال هكا. ناخذ قطعه شويه اللي كبر من الكبر من هذيك الاخرى. صافي غادي نجمعهم وغادي نخليهم حتى هما ان شاء الله يخمروا وندهنهم حتى هما ونزوقهم بشي شويه الزنجلان. المهم غنكمل بنفس الطريقه ونتلاقاو ان شاء الله، غنخليهم حتى هما يخمروا بحال الاخرين ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم كيفاش غادي ملي يخمروا ان شاء الله. البنات خلينا البريوش حتى خمرات، ودابا غادي ندهنها. درت هنا صفر البيض ودرت معها شويه نيدو، وغادي ندهنها من الفوق وندخلوها للفران. جه درته كيسخن على 180 درجه، نشعلو عليها من التحت حتى تطلع، عاد نشعلو عليها من الفوق تحمر. وصافي الاخرين حتى هما راكي هذوك المالحين راكي يخمروا، ندهنوهم حتى هما وندير فوق منهم كيتغلطوا ليا الصراحه. هذا النافع ندير فوق منه من النافع ولا لا الجلجلان والله ما عرفت هذا. المهم كيتغلطوا ليا الصراحه النافع والجلجلان ديما كيتغلطوا لي. المهم هذا دابا انا ندهن مزيان باش تحمر. النيدو كنديرو على ود ديك كيساعد باش تحمر، وميم طون كي ديك حاشاكم ديك الزفريه ديال البيض. صافي ندخلوه الفران. البنات هاي البريوش خرجتها من الفران، شوفوا الشكل ديالها كي كيجي، كتجي زوينه كيعجبني انا الشكل ديالها، كتجي بحال الوريضه.
غادي نخليها تبرد. ها هي صافي بايده خرجتها. صافي ها هي كتجي زوينه. جربوها وقولوا لي كي غادي تجيكم. كتجي زوينه.